طبور سريع. خلينا نحمل وزنا ونقول يا رب شكرا لك يا إلهي لأن أنت يا رب كنت موجود وشعرنا بحضورك في فترة التسبيح والترنيم. شكرا لأن أنت أعطيتنا هاي روح التسبيح وروح تمجيد اسمك يا رب. تعال يا رب والمس الكلمة، تعال يا رب وخليني خلف صليبك، تعال يا رب وبوق من خلاله، أعطينا تعليم، أعطينا توجيه، أعطينا كيف يا رب نسلك في جدة الحياة حسب يا رب رضاك أنت يا رب. تعال يا رب وثبت كل كلمة يا رب راح تبوق بها من خلال في قلوبنا يا رب، أعطينا قوة وقدرة أن نكون عاملين يا رب لا سامعين خادعين باسم يسوع المصلي. آمين. قبل ما نبدي رجاء منو يؤمن يسوع موجود بيناتنا الان بروح العبادي؟ واثقين؟ متاكدين؟ اذا يسوع منو يؤمن انه يسوع هو ملك الملوك ورب الارباب؟ يرفع ايده. امين. اني من اروح الجائره اول ما اطب ياخذون موبايلي من عندي، مو صحيح اخويا؟ ومن يطب وزير له هاي مستحيل يعني موبايلاتنا. فملك الملوك ورب الارباب انتم قلتوا احنا نؤمن ونوثق هو موجود، اذا موبايلاتنا تنطفي ماكو اهم من عندها يعني، مو بس جبنا نطفيها لان يعني يمكن هاي الساعه او النص ساعه اللي راح نقضيها مع الرب اهم من كل شيء بالدنيا يعني، وهو قادر انه هو يعيننا وما يخلي اي شيء يحدث في هاي الفتره اللي احنا في حضور الله. امين. الله يبارككم وشكرا لاصغائكم. اليوم موضوعنا الرحمه السماويه، وحسب ما قرينا وشفنا اكو ضياع للي يترك الله، هناك ضياع للي يترك الله بالاعداد من 11 الى 16 اللي قريت لكم اياها كان اكو ابنها. خلينا نشوف شخصية هذا الابن وخلينا نشوف شنو الموضوع ونقيسه مع أنفسنا حتى نشوف هل احنا مثل هذا الشخص، وإذا كنا مثله لازم نتبع ما عمله، وإذا كنا غير مثله فنشكر الرب ونحاول ما نكون مثله. أول شيء خلينا نشوف أنه الابن طلب حصته من الأب، قال يا رب انطيني يا أبي انطيني القسم اللي يصيبني من المال. زين؟ ليش؟ شنو معناها هاي؟ من اجي ويقول لهم اعطيني نصيبي من الوظيفه، اعطيني حصتي من المال. تعرفون اول شيء انا حسيت انه من دي اقوله هذا الشيء انه هو شغلتين، اولا تجاهل لسلطه الاب. ما معترف بسلطه ابوه. ما منطي ابوه السلطه على نفسه، هاي واحده. ثانيا عنده انانيه وكبرياء في داخله بحيث مفكر بنفسه بس، يعني ابوه عايش ما فكر بمشاعره، اعطيني حصتي انا اريد حصتي من عندك. هاي اول نقطه انا لاحظتها، عنده كبرياء وانانيه وايضا ما مهتم بسلطان والده بحيث راح واجهه يقول له اعطيني الحصه. هاي اول نقطه. شو دينا هيك شيء تدرون؟ هاي اهم نقطه تخلينا نترك الاب، نترك الله، نترك يسوع. ليش؟ أول شيء نفكر بنفسنا وأناني، أنا ما محتاجة، أنا كثير من الأمور اللي عندي، شو أسوي بالله أنا؟ من يقول لك موجود الله؟ أنا كل إمكانياتي وكل شغلاتي أنا أقدر أعيش بنفسي، بعدين الله يعني شنو أنا منطيها الأهمية هو هذا يعني، أنا حياتي مثل بعدين أنا أسوي شيء زين وهاي وكافي هالأمور. تجاهل السلطة، تجاهل كثير من الأمور اللي يذهبنا عندنا الله، وبالتالي نشوف نفسنا إذا نبتعد عنه. اليوم كل واحد أرجوكم يراجع نفسه. النقطة الثانية اللي شفته، تعرفون في تثنية 21-17 يقول حصة الابن الأصغر هي كلش قليلة، الميراث يتقسم ثلثين للابن الكبير البكر وثلث واحد للابن الأصغر، وإذا كان عنده بنت فمو من حصة البكر، من حصة الابن الأصغر تنخذ حصة البنيين. يعني أنت من ذات وحدة داعي بحصتك، إيش كتافها هاي الحصة اللي خلتك أنه أنت ترفض تعيش ويا أبوك وتحصل سلطان أبوك. أتمنى كل واحد يسأل أو يراجع نفسه أو يفكر أيام زمان قبل ما نقبل، إيش كتافها الأمور اللي خلتنا ما نتبع الله؟
وما هو بس أنانية ومفكر بنفسنا، أريد أشرب، أريد أتونس، أريد هاي الكلام الله ما يعجبني بعد أناني. كلها أشياء تافهة، كلها أشياء ما تستوجب إنه أترك هالإله العظيم هذا اللي بذل نفسه من أجله مثل ما قال قزولية وصعد على الصليب. هالأمور هي تافهة وزائلة. هذا الابن شغلتين شفنا به، أولا كان أناني ويفكر، وثانيا ما يقبل يخضع تحت سلطة أبوه. الشيء الثاني الموضوع اللي خلاه يتمرد على أبوه ويريد حصته هو، فالشيء تافه قليل. لو أجي أقيسه وقسمه شيء قليل راح يوقع له، ما يستوجب اللي عمله. الشيء الثالث إنه شفتوا الأب الميراث يخص الأب، والأب طول ما هو عايش هو يقرر ينطي يوزع، ما يريد ينطي ولده يتبرع به، ها كلنا نعرفه. لكن شوفوا انه هذا الشخص هذا الابن وابوه موجود بجرأة مثل ما قلنا وكبرياء، وانا يقول انطيني حصتي. انا لاحظت انه اضافه الى النقطتين اللي قلتها انه هذا الابن انه هو يرفض يعيش مثل ما قلنا تحت سلطان ابوه، ويرفض يعيش ضمن قوانين ابوه. كنا خلنا نراجع نفسنا ونشوف هاي النقطة. وصايا العشرة الله مطينا إياها، ما حد يمشي بيها. كنا نرفض إنه نعيش ضمن هاي الوصايا. الله أبونا السماوي مطينا الوصايا، امش اسلك فيها. أنا أحبكم، أنا لو أشوفكم أفرح بيكم، أنا أفتخر بيكم لو تسوا. بس إحنا كل شيء ضد الوصايا العشرة إحنا نعمله ونسعى عليه، وهذا همنا. أنا لاحظت الميراث بالحقيقة هو مثل ما قلنا من الآب. النقطة الرابعة اللي أريد أثارت هو من الآب، من الأب، والأب هو هبة من عنده إلى ولده، ممكن ما ينطي، فهو هبة من الله منطينا كل شيء بالحياة، هبة من الله، من أبونا السماوي، نفسنا، حياتنا، صحتنا، مكانتنا، شغلنا، عملنا، وبالنتيجة أحنا لأبسط الأمور ولأغار أنانية وكبرياء ذاتي نطي ظهرنا وما نتبع وصايا ونخونا ونغدر به. وهذا ما عمله، عايش ضمن أبوه، وأبوه موفر له كل شيء ومهيئ له كل شيء ومبين إمكانية جيدة، لكن يدير ظهره ويقرر أنه يتخلى عن أبوه عن البيت وبجرأة يطلب حصته. النقطة الخامسة اللي لاحظتها بهاي القصة، لاحظتوا أبوه طالب فلوس، ما قال له لا، ما قال له لا ولا أحد يوحى ولا قال له هاي فلوسي وكيفي وأنا أقاني لقوي لا وضاحصة. تعرفون أبونا السماوي بنطينا هاي الحرية، نريد نعيش وياه، نريد نعيش وياه كيفنا، هذا يعود لكم أنتوا الخيار، أنتوا اللي تقررون، هو ما يجبر واحد. ولا العفو يقول لك تعال اتبعني انه انا راح اداريك، وانا لو اتبعتني او يسوي لك اغراءات حتى تعيش، لا ابد ابد، هذا شيء انت تقرر. اشوف الاب ابد ما حكى وياه، وراسا انطاح حصته. النقطه السادسه اللي انا شفتها بهذا الموضوع، هاي الست ايات ايضا، انه الابتعاد عن الله يدفعنا الى حياه لا اخلاقيه. ومن عدد 30 لو روح حاليا نشوفه بعدد 30، ولك الابن الكبير من اذا يحتوي ابوه يقول له ولكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحته. يعني الابن من خسر فلوسه، ما خسرها في التجاره او هذه يعني يطور او يسوي له فد شيء، لانه من ترك ابوه راح اشتغل قام خسر فلوسه ويا الزواني. وشوف كل المتمردين على الله، شوف حياتهم شلون تعبانه، شلون حياتهم. وانا اقول الزنا زنا، مو بس الزنا الجنسي، الزنا يشمل كل شيء اللي هو ما يرضي عليه الله، اللي هي الخطيئه هي الزنا، يعني عبادة غير عبادة الله، وكل شيء هو ما يرضي الله واحنا متمسكين به هو عبادة أوقات. واللي الله في العهد القديم دائما يسميه كانوا يزنون في الجبال، كانوا يعبدون هناك غير عليها. شنو نوع عبادتنا احنا؟ شنو زنانا اللي هو ضد الله؟ الجبال المشروب، او وقتنا اللي دمنطيه الى العالم اكثر من ما دمنطيه الى الله؟
شنو زنان اليوم؟ اليوم كل واحد خلي يفكر هذا خصل فلوسه لأنه كان مع الزواني، وإحنا ثبتناها من عدد الترابين أنه ما خصلها بعمل تجاري. أخواني كل واحد يترك الله راح يروح إلى أشياء ما ترضي الله وراح يخسر كل شيء. ليش؟ لأن كل واحد يترك الله راح يكون عرضة لإبليس. أنا دائما أقول الإنسان مثل ما وعاء فارغ، مستحيل يبقى فارغ، مستحيل يبقى فارغ. لو يملي الله لو يملي إبليس، ما ممكن أكون إنسان هيك فارغ. فأنت شنو اليوم؟ هذا من تترك الله راح يمليك إبليس، وإبليس إذا استلمك راح يدخلك في حياة لا أخلاقية. هاي الحياة اللا أخلاقية بكل أنواعها وأصنافها، مو بس الجنس، بيها متعة، بس هاي المتعة قليلة وزائلة. هو يجر جنة بهذا الشيء ويخلينا ندغوص إلى أعماق وأعماق حتى بعدين نوصل إلى حد إحنا يعني نغرق في هذا الشيء، نغطس إلى العمق. بس تدرون هذا الفرح اللي يجينا البسيط الزائل مستحيل يسد حاجتنا، لأن كل إنسان الله نفخ به نسمته، كل إنسان عنده روح الله منفوخة به، روح الله موجودة نسمته تشتاق إلى الله. هذا الفراغ ما يسد إلا الله. تبقى جوعان، شوف انتبه الى حياة اللي ينكرون وجود الله، الى حياة اللي عايشين حياتهم ويقول لك انا ما علي انا عايش اليوم. شوف حياته كلها تعب، فرحها كل جدا وراها مأساة ومصايب ومشاكل. شوف انه وما يوقف الى حد، دائما مسؤول، لان دائما اكو جوع ما ينسد هذا الجوع الا تتوجهه. روح اسأل المؤمن، شوف حياة المؤمن، شوفه فرحان في أصعب ظروفه، في أصعب الأمور، في أصعب المشاكل، شوفه مرتاح ويشكر الله ويقول الحمد لله وشكر يا يسوع. ليش؟ لأن هو مزدور، أكو شيء مشبع روحياً، ما نهتم بكل شيء، الله معاه، شيء يصير يقول الله يعرف، الله كل شعر في رأسي هو حاصيها، في علم مشيئة الله، الله دا يختبرني، الله شوف دا يريد يقوي إيماني، يجوز الله إلى غاية من هذا الشيء، أنا أدخل هذا الشيء، أنا مسلم يا الله، أنا بالنتيجة أعرف إنه في يوم راح أكون مع الله وراح يمسح كل دمعة من عيوني، فشوفه فرحان شابع، لكن اللي تارك الله جوع يستغلها إبليس حتى يخليه. النقطة السابعة اللي أنا لاحظتها، نشوف هذا قلنا حتى يسد هذا الجوع، وإبليس جاء إلى ملذات بسيطة يريد يسد، ما قام ينزل مثل ما قلنا يغوص أكثر أكثر أكثر. أخير شيء قام راح على شخص قال تعال على الخنازير، والخنازير في العهد القديم ممنوع في لاويين 11:7 وتثنية 14:8 يقول ملعون كل إنسان يربي الخنازير، ملعون كل إنسان، الشريعة يقول ملعون كل إنسان يربي الخنازير. فهو راح وقام يشتغل، قام يربي خنازير. يعني تعرفون شنو معناها؟ شنو أنا فسرتها؟ قلت إنه الدين والإيمان أصبح له لا شيء وبدأ يخدم الشيطان وأسياد الظلام. يعني بعد الدين ما بعد شوف حياة اللي مو مع الله، بعد الدين ما يهتم له، شوف له ما له علاقه، يعني ابليس بدأ يدخل ازيد وازيد، بعد ماكو دين، ماكو شريعه عنده، ما تجي تقول له ترى يسوع يوصل، شوف حالته المزريه التعبانه، هذا وصل له، بحيث الشريعه تقول له ملعون كل انسان يربي، هو مو بس يربي، قام يشتغل بالخنازير، مو بس يربي، قام يلعاهم، قام يوكلهم، قام يعيش وياهم. ترك الدين. شوف مع المأساة اللي بدت من طلع من بيت أبوه، شوف المأساة النقاط اللي بدنا نذكرها، كل إنسان يطلع من بيت أبوه السماوي يشوف المراحل اللي يدخل بها وين يوصل إلى أي مرحلة. آخر نقطة أنا أريد أتكلم، شوف أنه آخر شيء بعد إبليس بعد شوف الفرح البسيط وخلاه بعدين يترك الدين والهاي من أجل هاي الأمور، آخر شيء وصله إلى مرحلة صار واحد من عدم، يقول قام يشتهي ياكل الخنوق اكل الخنزير، يعني صار خنزير، يعني صار شيطان. وبعدين ما قام يقول ما حتى هذا ما قام، يعني حتى المتعه الوقتيه ابليس يريد يذل اولاد الله، يريد يسحبنا من علاقتنا مع الله، ومن يسحبنا من علاقتنا مع الله يقوم يذلنا، فشلون يسحبنا بالفرح البسيط العالمي التائه، ولا ما احنا ننساق اليه وبعد من جاء ونغوص شي يسوي حتى هذا فرح يسحبه من عنده
ويقوم يذلنا، لأن هو غايته أنه يذلنا، غايته أنه يسحقنا، غايته أنه يقطع علاقتنا مع الله. وهذا ما وصل إليه، أنه وصل إلى مرحلة أنه قام صار هو تحت سيادة إبليس، وقام يعيش حياة الشيطان وحياة الناس البعيدة عن الله، وبالتالي قام يذل حتى الفرح اللي أعطاه إياه بالبداية سلبه من عنده وبدأ يذله. ثم نقاط أنا لاحظتها على هذا الشخص وشفتوا هل تنطبق علينا؟ دير بالكم من الفرح البسيط، دير بالكم من غواء إبليس، دير بالكم من أنه أنت تترك الله، دير بالك تترك أباك وبيت أباك السماوي، لأن ترى وراها مهما كان متعة، مهما شفت راحة، ترى هي الغاية منتها هي بسيطة. وهي يقول الكتاب كأسد زاهر، بس يصيح، مو أسد، أسد يسوع المسيح، بس يصيح، بس يريد يغريك، بس يريد يغويك، وإذا غواك بالتالي راح يروح لك، وش ما يقدر يسوي لك، وكل شيء ما بيده، لكن انتهت ذلك، أنت سقطت ورحت. سؤالي إذا إحنا واصلين للمرحلة، أو شفنا واحد بيننا جارنا ناس نعرفه وواصل المرحلة، هاي هي انتهت حياته، يسلم أموره وبعد هاي هي راح هو عبد للشيطان وانتهى، لا، هناك رحمة وشفقة لمن يتوب. هللويا هللويا. شوفوا هذا الابن وين وصل إلى ترك بيت أبوه وراح وضاع كل شيء وصار تابع للشيطان، وأصلا قام يخدمهم وقام صار مثلهم وقام يخدمهم، وأصلا هم يصدقون عليه، الإبليس يصدق. تخيل شقد هو واصل إلى مرحلة، وين واصل به الوضع، الحالة النفسية، وهو شلون صاير. لكن في يوم وقف وحس على نفسه، أول خطوة حتى نرجع إلى الله لازم نندم، لازم نندم ونعترف ونتواضع، تواضع وندم وتوبة. وخلي نشوف هذا ما عمل. شوف يقول في نعم في عدد 17، فرجع إلى نفسه، ندم رجع إلى نفسه. كم أجير لأبي؟ شنو أجير؟ حتى تعرفون شنو كلمة أجير. الأجير هو خادم البيت، بس هذا الخادم البيت يعطوه فلوس، فهذا ما يبقى بالبيت، ما له علاقة، ما له شيء بالبيت، هذا يخدم يأخذ فلوسه يدير وجهه ويروح. لكن الخادم اللي يسموه مسؤول البيت، هذا يعيش بالبيت، هذا جزء من البيت، يعني إلى أمور محسوبة لك أحد أفراد البيت أيضا همينة. لكن هذا الأجير ما له علاقة بالبيت، فهو ما قال إلى نفسه أرجع أكون ك يعني يسموه ستيوارد بالإنجليزي، مو كأنه أنا أكون مسؤول يعني بالبيت أو الخادم اللي يسكن بهذا البيت. يقول أجير أروح أشرب وأخذ فلوسي. كم واحد من هذول أبويا معيشهم اللي عايشين بين الإيمان، أبويا معيشهم، كم واحد أبويا يعتني به، كم واحد أبونا السماء. نشكر يسوع، نشكر إلهنا العظيم، شمسة تشرق على الأشرار والأبرار. كم واحد يعني مو مع الله وما له علاقة بالله، عايشه وشوف صحته وشوف شوف شوف مكانته وشوف مركزه. يقول أنا أرجع لأبوي. المهم اللي أنا أريد بهاي النقطة إنه هو ندم وتاب. وهم حطيت فد نقاط شفتها من هذا الشيء، إنه عرف إنه كل ما يبتعد عن أبوه السماوي زين، هذا سبب أنانيته، هو المسؤول عن هذا الشيء، ما حد جبره، ما حد ضغط عليه، ما حد قال اترك، هو قرر في ذاته انه هو اللي ترك ابوه. لازم يندم ويعرف مقابلها انه هو يجب ان يرجع، مو واحد يقول له تعال ارجع. مثل ما هو قرر ان يترك ابوه لازم هو يتوب ويعود الى ابوه. النقطه الثانيه انه عليه ان يميز، نفهم هذا الخاطئ، نفتهم احنا اذا كنا خطاط انه الشيء الممتع بالخطيئه زائل، ايش قد ما طال، ايش قد ما هو وقتي ينتهي، لكن الحياه
مع يسوع هي غزيرة وباقية إلى أبد الآبدين. هل أكو أبدية في الحياة هنا؟ هل أنا ممكن إنه أنا غني وهاي وأعيش على ذاتي ونفسي وأعيش آلاف السنين ما أموت أعيش إلى أبد الآبدين؟ لا، طالت أو قلت السنين، طال عمري أو قل عمري في يوم تنتهي. يقول الكتاب المقدس أحسن سنينك 70 إلى 80 سنة، وبعدها تعب وذل ومرض وقهر. وكنا آني واحد من الناس أقول له يا رب، كل ما أشوف ناس 90% تعبانين ما يشيلوهم ما يقدر يتحرك من الأفراش، مأذي نفسه ومأذي غيره، وأشوف الوضعية وحالته النفسية وما يتذكر وما يعرف يحكي، أقول يا رب لا توصلني هذا، ويمكن الأغلبية مثلي، لا خليني أتعب غيري وأنذل أني. كلكم مثلي، يعني أحسن عمر إلنا 70-80، بعدها مريض، كلنا مريض نقل. وبعدين لكن الحياة مع الله اللي عادلنا إياه بالسماء إلى أبد الآبدين طبيعي. لو تعيش وتمسح كل دمعة من عيونك، وماكو مرض، بعد ماكو هذا، ماكو فقير، ماكو غني، ماكو أني مريض، ماكو عندي بلاعي، ماكو منشور، ماكو. أو يعني أنا في بحيرة شد، نكون مرتاح بهاي حياتك. إيش قد نقول لا تترك الله لأن هاي زائدة. وأني أتذكر ساعدوني اللي إحنا كنا في بغداد أول نزول صار بياسنا، كان بالثمانينات 90 95 ناس انتحرت وناس كتلت نفسها وناس كانت فوق صارت صفر. حياتنا هذا بليس، هذا يذلنا، ما هاي مو مهمة حياتك، اتركها. هذا الموبايل شهادة، يعني شهادة على أن أحنا طبعنا موبايلات بالمشكلة يسرى. آمين. النقطة الثالثة، علينا أن نفهم أن حياة الخطيئة تجلب الدمار والعاقبة. صدقوني. شوفوا، أنا يعني ما أريد أقول لك على أمور يعني كثيرة، بس أمور بسيطة بعين. شوف الإنسان اللي يكون يعني مثلاً يوصل إلى مرحلة شوف بالشارع، شلون نايم بالشارع. شوف اللي حياته بعيدة عن الله وما مهتم، شوفه من يحكي شلون أنت تقشعر وتشمئز من كلامه وما يعجبك. هذا خزي وعار عليه. يجب علينا انه نميز ونقبل التوبه اولا، نتواضع ونتوب ونشعر انه احنا يجب ان نرجع الى ربنا السماوي. هاي اول خطوات الرجوع الى الله. ويجب ان نفهم شيء مهم، قرار انه انت تترك الله قرارك انت. انت قررت، ما حد دخل. او من قال اعطيني فلوسي الطاهيات، تذكرون النقطه، ما دخل، ما قال لا ليش، ما براحتك انت قررت. بس قرار رجعتك الى الله مو قرارك انت، تركته انت، عرفته بارادتك. لكن هللويا، نتيجه رحمته ونعمته ومحبته انه هو يقبل رجعتنا، مو قرارك انت، قراره هو. عليك تتوب وتندم، بس هو اللي قررها. لكن نشكر يسوع، هللويا، هو يقبلنا. امين. شنو من اله عظيم دي، خلي يسويها واحد ويانا. شوف سنين انا اعرف ناس ما تحكي ويا ناس لاشياء بسيطه. زين، احنا قلنا حتى نرجع الى الله يجب ان نتواضع ونحس انه احنا خطانين واحنا نكسر كبريائنا اللي خلانا، بعدين نندم وندوب. يا رب اندمت وتبت أنا، يعني هل هذا كافي أنه نرجع إلى الله؟ مستحيل. أول خطوة تتواضع، تتوب وتندم. بس شنو الفائدة؟ يا رب أنا اندمت وتبت وكل شيء مسوي قاعد بمكانك، يا رب سامحني أنا أخطأت وأنت قاعد بمكانك. يجب أن يتبعها عمل، أقوم وأذهب إلى أبي، تواضع وندم وتاب
واقوم وارجع الى ابي. قام وراح ابوه ورجع لابوه. تقوم وما تقعد بمكانك، ما تبقى بنفس خطيتك، ما تبقى بنفس تفكيرك، ويا رب سامحني باللي ندمت وتبكي. وثاني يوم اقوم واعود الى ابي. تترك كل شيء وراك، تترك كل خطيئه عملتها، تترك كل شيء بعدك عن الله، تترك كل شيء ضد مشيئه الله وارادته، تترك كل شيء ما يعيد علاقتك مع الله، ما يرجعك الى بيتك السماوي. وهذا ما عمل الابن. هللويا. تواضع، تاب، ندم، قام رجع الى ابوه، قال له انا اخطأ الى السماء واليك. وانا عندي خبر لكم حلو، اللي هي النقطه الاخيره اللي اريد اتكلم فيها. لو طبقت هذا كله هناك فرح واحتفال في السماء بعودتك الى ابيك. رجع لابوه. واحنا اليهود مثل تقاليدنا الشرقيه، والابن طلب ميراثه وعصى ابوه واخذ ذنبه وطلع. من يرجع لابوه حتى لو ابوه طيب القلب، التقاليد والشريعه مستحيل يقوم عليه، مستحيل. لو يجي يبوس ايده وهو شويه يعامله بقسوه وبعدين يقبله، او اصلا ما يقبله، او المهم هو يجي ما يقوم مكانه. التقاليد في ذاك الوقت يقتل. يقتل على قولتك يقتل، واذا كان متسامح يعامله بقسوه وما قسوه. بس تعرفون ايش صار؟ يقول الآية اريد اقراها. وإذا كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه. سمعتوا شيخ سامي ايش قال؟ قال يقتل القانون والشريعة والتقليد يقتل. وأنا جيت متسامح، قلت له خلني سامح شيخ سامي. إذا كان يريد يرجعه أبوه يعني، أو ابنه ما يريد يقتله، ما يريد يطبقه، ما يقوم له. تعرفون يقول فلما رآه أبوه زين بعيدا، يعني تعرفون شنو؟ بس صفنوا على هالكلمة. هذا الابن أنا ما أعرف المدة اللي ترك أبوه بيها وراح، أنا ما أعرف المدة اللي عافه، ما يقول لي الكتاب ولا أريد أجتهد، بس اللي أعرفه واللي الكلمة هاي تقول لي إياها، إذ كان لم ينزل بعيد رآه. الأب يوميا يوقف ينتظر، بلكن ابني يرجع، بلكن ابني يرجع، بلكن ابني يرجع. يا أبويا شكرا لمحبتك، أنا أرجل من نفسي من أقرأ هاي الكلمة. رغم قساوة الإبن، رغم أنانيته، رغم كبرياءه، رغم بعته بإرادته عن الله، زين الأب يوقف يوميا ينتظر ابنه إلى أن شافه قد يوم تحقق، تحققت أمنيته وشافه وما قدر يلزم نفسه، لا تقليد، لا شريعة، لا ما أدري شنو، لا يحشون علي الناس، ركض على ابنه حضره وباسه. أبونا السماوي هيك، أبونا السماوي هيك يومية واقف ينتظرنا ويباوع، بلكن ولدي يرجعوني، بلكن ولدي يرجعوني. بس أنت فكر، بس فكر إنه أنت ترجع إلى الله، شوف الله إيش راح يسوي. شلون من السماء راح ينزل لك يحضنك ويبوسك؟ من السماء راح يرجع لك؟ من السماء راح يشيلك على كتافه ويشيلك على الأذرع الأبدية وينطيك كل بركاته وخيراته؟ وراح نشوف اللي صار، راح نشوف اللي صار. يقول له أنا يا أبي أنا أخطأت إلى السماء وإليك. أنا أريدكم تنتبهون لهاي الشيء يا أخواني، أريدكم أنت كل خطيئة تخطئوها خلوها في بالكم. انت مو بس لنفسك انت تأذي نفسك، انت موجهه الى السماء. كل خطيئه تخطئها موجهه الى الله، كل خطيئه تخطئها بسيطه كانت او كبيره انت تدهين ابوك السماوي. اخطأت الى السماء واليك، زين. كل خطيئه اريدكم تعرفوها ايضا هي موجهه لها. وشيء ثاني، الخطيئه مو بس تأذيك، إلها آثار سلبية لمن حواليك. أجيب لكم هذا شنو يقصد قسوة. أنا ذلك أنا راح أقول لك، المرأة اللي تزني تأثر بس على نفسها؟ لا، تأثر على نفسها وسمعتها، وتأثر على علاقتها الزوجية،
وحتى تأثيرها يوصل إلى مدى بعيد على أولادها، على أولاد اللي يعرفون الناس شو يقولوا للأولاد على أمه، وهل راح يتجاوزون الأولاد؟ أنا أتصور حتى عقدة نفسية تصير في حالة أولادهم من الزواج ومن منه، وحتى عقدة إنه يتصلون بالناس قد ما يسمحوا لهم حكي. فخلي في بالك الخطيئة مو بس عليك تأذي، أولا خطيئتك لسه ما مواجهة، ثانيا خطيئتك ما تأثر عليك، لو تأثر عليك أنت وياها، لكن تأثر لمن حواليك وعائلتك وجيرانك وناسك. أرجوك أعرف هذا الشيء. يقول له أنا ما مستحق أن أدعو لك ابن، الخطيئة ما تنطي كل استحقاق وكل حق شرعي ما عندك مع الله أنه أنت تكونه، ما لك كل حق، أنت بإلادتك تركته، مثل ما قلت كرم ومحبة وشفقة الله وحنان الله هو اللي خلاه يجي يركض علينا، ولا احنا كل حق ما عندنا، ويك مثل ما قال نقتل احنا، لكن محبته وحنانه وشفقته ونعمته خلته يجي ويقبلنا ويقابلنا وهللويا مبروك بس رجعوا الى الله. مو بس هو يقبلنا ويركض ويحضننا ويقبل عنقنا ويفرح بينا، لكن يرجعنا كل سلطاننا اللي احنا تركناه وتخلينا عنه. بعض شو يقول؟ يقول جيبوا له الحله، مو يعني الملابس، الحله الاولى اللي تركناها، يعني تعرفون شنو معناها؟ تدل على الجاه والاهميه، الملابس تدل على الجاه، رجع له هيبته واهميته، يرجع لي الله من التوب وترجع لك، ترجع لك هيبتك السماويه. الشيء الثاني والبسوه واجعلوا خاتما في يده، الخاتم يدل على السلطه، ليش الخاتم يختم به؟ يعني ممكن ان نختم باسم ابونا، عندنا سلطان دفع الي كل سلطه من السماء وكلها اعطيها، كل هذا السلطان يعود اليه، يعود اليك اذا رجعت الى ابيك، تحكم باسم ابيك السماوي، تقول له للمرض اخرج يخرج، اخرج يا مرض، ايش يقول اخرج يا مرض، سلطان ابويا. وحذاء في رجلي اللي هو صندل دلالة على الرفاهية والنعيم، رفاهية مو شرط رفاهية مادية، رفاهية روحية، رفاهية داخلية، رفاهية بالمستقبل مالي، أنا أعرف إلى هو، أنا أعرف نهايتي شنو، مو مثل غيري بلا رجاء، أنا أعرف وين راح أكون، أنا أعرف شو راح أعيش الأبدية كلها، مو مهم عشت أو متت، لكن أعرف نهايتي شنو. ترجع كل السلطان لك ويسوع يفرح بيك والسماء كلها تفرح بخاطر واحد، ومو بس يصير احتفال بالسماء. يقول لهم وين وقدموا العجل المسمن واذبحوه فناكل ونفرح. ليش العجل المسمن؟ كان كل عشيرة عندها فد خروف او عجل هذا الكبير حاطيه للناس المهمة اللي تجي، مو اي واحد يجي يذبحوا له، هذا لا، هذا يذبح لناس مهمة جايت له. قالهم طلعوه هذا وذبحوه، يعني ايش قد مهم انت في نظر الله، ايش قد مهم في نظر ابوك، اهم من كل واحد، اهم من كل شيء، اهم من كل ملائكة السماء. والدليل في يوم تدين الملائكة يقول الكتاب، لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، كان ميت يعني ضايع، كان ضايع، كان ميت روحيا، كل بعد عن الله موت روحي قبل أن يصير موجود، كل شخص يترك الله هو ميت روحيا ويندو ياو. والموت الجسدي ترى اخواني لا شيء، كنا في يوم كنا نعرف يوم، بس خوفك من الموت الروحي، خوفك من الموت الروحي. اصلي ان الله يخلي هاي الكلمه في قلوبنا اليوم كلمنا، بقول ماكو شيء بعدك عني، بس قرر مثل ما قررت تبتعد عني، قرر ترجع وتعال توب واندم وتواضع وتوجه الي، وراح اشوف العجب مني، لا اخلي حفله بالسماء
ورجعنا كل هيبتك وسلطانك اللي خلقتك أني أساسا.